ولو نهوان كارت نهوان كارت هون تحت شجرة هالزيتون المقدسة. قديش لعبنا أنا وياك يا أمول تتذكري؟ وقديش تعربشنا على هالأغصان ومسكنا الكتب عأساس شو عم ندرس يا خضوع العين، ونحن عم نلعب وننط ونركض نركض نركض. ما حدا بيصدق إنه نحن السوريين لسه بنفرح وبنرقص وبنغني، مفكريننا ورا جمال وبلادنا مدمرة. شي بيكبر القلب الحقيقة. أمل العالم ما عاد رح نت بعضها، عم تنعش هيك ببعض البعض. عليا حطي عينك بعيني، انتي شو بتفرقي عن كل اللي حكيتي عنه انه مو عاجبينك؟ شو بدها تحكي العالم البسيطه اللي عم تحاول تعيش؟ شو ما صار لكن مش سامع غنية راحوا سنة حلوة يا أمور سنة حلوة يا أمور سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. مساء الخير. من غير المسموح اليوم التعرض للمقدسات الروحية، الأرض، البيت، الشهداء، المكان، الزيتون. من أراد أن يهاجر فليفعل، ولكن ليترك لنا قيمنا الوطنية العليا مكانها. فالصراع هنا على المفاهيم وليس على الميراث. نحن نعيش على الأمل، والشباب الذين أصروا على البقاء في البلاد سيكون لهم غد مشرق، وسوف يبنون وطنا لهم في قمة الأزمات. يجب أن نبشر بالأمل، لأنه لا يمكن لشيء أن يستمر أبدا. هنالك نهاية لهذا الألم، والغد مشرق أكثر. بهذه الكلمات عبر المخرج المسرحي المشغول دوما بحب الوطن عن عرضه المسرحي الجديد زيتون، الذي عرض مؤخرا على خشبة مسرح الحمراء، والذي يشير في عمقه إلى رمزية الانتماء للآباء والأجداد والمحافظة على الأرض وعدم التفريط بها. للتعريف أكثر بالعمل المسرحي زيتون والحديث عنه أكثر والدخول في تفاصيله، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي بالاستوديو، وأبدأ بالمخرج القدير الأستاذ مأمون الخطيب. بدي أقول لك أسعد الله مساءك. مساء الخير، وشكرا على هاي المقدمة الجميلة اللي هي ما توقعتها أبدا. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد طبعا نحن أنا بعرف أنه اليوم سعيدين بهذا اللقاء، ولكن أنتم مكتئبين كلكم، لأنه العرض المسرحي الحقيقة أنه انتهى. إن شاء الله بنأمل أنه دائما عروضنا المسرحية مستمرة أيضا، ليس فقط بمحافظة دمشق إنما بمحافظات إن شاء الله. ونحن هذا طلبنا من قبل ما نبلش الحلقة، يعني دائما في عنا هيك توجه أنه بنتمنى نكمل الرسالة اللي بلشنا فيها، اللي صحيح. هي ليس تخصيص أو مركزية العروض في دمشق، وإنما من حق المحافظات المسرحيين الأخرى أو صناع أيضا الأعمال أنه يعرضوا أكيد يعرضوا بالمحافظات يشوفوا الأخرى الأعمال اللي عم تنتج بالعاصمة. صحيح، يعني هذا اللي نحن بنتمنى يساعدونا فيه وزارة. بداية موفقة لشكاوي أيضا وعتب يعني قد يكون تماماً. كبير على كل أن اسمحوا لي أيضا يعني أن أكمل الحقيقة ترحيبي بالفنانة الشابة المميزة أيضا مريانا معلولي. بدي أقول لك أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد مساكي ومسائك ومساء الجميع. أهلا وسهلا بحضرتك أيضا. يعني اسمحوا لنا أن يكون معنا أيضا الفنان المتألق الأستاذ طبعا إبراهيم عيسى. بدي أقول لك أسعد الله مساءك. يسعد مساكي. مساء الخير. شكرا لك على كل شيء. أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا يعني أخيرا الحقيقة ضيفنا أيضا العزيز المبتسم دوما الفنان مازن عباس. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك ويسعد مساك ان شاء الله. يعني طبعا اعرف اليوم همنا الشاغل وهمك الشاغل، يعني الحقيقه دوما محبه الوطن اليوم والتركيز على قيمنا الانسانيه. طبعا اعرف ايضا انك انتقلت بمسرحيه زيتون من الحقيقه يعني الامهات الثكلى وايضا ضياع احلام الشباب الحقيقه في هدنه ونبض، ولكن اليوم زيتون اللي هي التركيز على يعني المقدسات الوطنيه اليوم، الارث، الاجداد والاباء. وأعرف انشغالك منذ أيضا 7 سنوات الحقيقة بالبحث عما يقارب اليوم الواقع والوجع السوري حتى تصل لما وصلت إليه. زيتون اليوم
ما الذي يعني ما الذي يضيفه اليوم للحقيقة التاريخ المسرحي لأستاذ مأمون؟ هو زيتون هي تكملة للسلسلة الإنسانية اللي أنا عم بشتغل عليها من يعني من بداية تخرجي بالأعمال اللي هي لها علاقة بالإنسانيات. هي الفرق الوحيد بهي السلسلة إنه نحن عم نشتغل بوقت نحن بأشد الحاجة فيه صحيح. لطرح الأفكار اللي هي بتمس الألم الإنساني وخاصة خلال الحروب والأزمات الإنسانية الكبرى اللي عم بتصير ببلدنا صحيح. بهذه والتي نعيشها يوميا يعني تماماً. وفي كل ساعة تقريبا. لهيك يعني هي عبارة عن استكمال للمواضيع المؤرقة اللي هي دائما عم نفكر فيها يوميا. من أنا بدي دائما أقول هي من منطلق إنساني أولا صحيح. لأنه دائما أوقات الأزمات أنا بحس إنه الناس بحاجتنا أكثر بحاجة إنه نكون معه وعلى المسرح بحاجة إنه نحن نعكس ألمه ونعكس الأفكار اللي بتفكر فيها. مسرحية زيتون مو بس هي عن الزيتون أو عن المقدسات وإلى آخره من الالتزام بالوطن و التشبث بالأرض، هي كمان الحوارات اليومية اللي نحن نعم. عم نحاول نتطرق لها يعني بطريقة أو بأخرى. لذلك نحن أنا دائما بنبحث عن أنا والمجموعة طبعا عن الهم الإنساني اللي عم بيعصف فينا بهي الأوقات تحديدا يعني اللي هو المشروع الدائم لكل إنسان هو بيحب هي المهنة. على كل كنتم موفقين لأنه أيضا لاحقا يعني سنتعرف أكثر على الأصداء ربما والأجواء اللي رافقت تمام. الحقيقة يعني العروض المسرحية. ولكن دعني أنتقل بالسؤال لمريانا. مريانا اليوم يعني أنت معلمة ومدرسة الموسيقى، اليوم كان في ثلاث أصوات الحقيقة بالمسرحية، يعني أولا صوت الأول اللي هو يعني ينادي دوما بالتخلي عن كل شيء والسفر الانتهازية يعني ربما أيضا وترك البلاد، الصوت الثاني أيضا هي البقاء على هذه الأرض والتمسك أيضا بجذورنا بتراثنا بإرثنا بوجودنا، أيضا الصوت الثالث الخافت اللي هو صوت هو الحب. كان صوت الحب يعني وأيضا هو... أنت دعوتي للغناء على مقام الحب والسلام تماما. قديش تخلينا عن الحب لحتى قدرنا يعني كتير ناس تخلت عن الحب لحتى هي فعلا تخلت عن كتير تفاصيل هي بتعني لها. قديش هو اختبار هذا الحكي لقلنا بلحظة من اللحظات، اختبار شديد اللهجة كمان، اختبار بجوز إذا فشلنا فيه تنقلب كل حياتنا، مو شرط بس بالبيع وبالشراء وبأي تفصيل بهي الحياة، تعلقنا بنفسنا قديش نحن بنحب نفسنا بلحظة ولا لا، هاي يعني قديش أصيبة بلحظة بتقله كمان بتقله انه يا انا يا هذا الشيء اللي انت عم تفكر فيه اصلا، يعني لمجرد الفكرة قديش هي من كتر ما هي بتحبه وحطته بهذا الاختبار انه لا حتى فكرة ما لازم تفكر بهذا الشيء. هل ممكن أن نعتقد اليوم أنه هي كمان ربما يعني حضرتك طبعا بوجود هذا الدور اللي هو طبعا مصر أنه على مناهضة الخراب والدمار والقبح والسواد اليوم بالغناء بالفن بالحب طبعا. بالموسيقى اليوم في دعوة يعني لهذا أكيد. الموضوع؟ أكيد طبعا في دعوة لهذا الحكي، هو هن مرتبطين ببعض هاي التفاصيل الجميلة دائما ترتبط ببعضها بس التفاصيل القبيحة هي متشعبة بس عندها أدوات كتير شديدة. التفاصيل الإيجابية مرتبطة بس ما عندها مثل ما بيقولوا الجذب، أدوات الجذب هي لأنه حقيقة نعم. الجمال حقيقة. القبح على طول بيحاول يجمل يطور حاله نعم. بتلاقي أضواء بتلاقي شيء العلاقة بالحركة بتلاقي كذا، فهي هذا التماسك اللي هو العلاقة بالحب العلاقة بالفن العلاقة بالجمال العلاقة بالنفسية الجميلة بالطاقات الإيجابية اللي هي المفروض تتجمع بلحظة وتبث هي النواة الجميلة لحتى ترجع تجذبنا. يعني هذا الكلام بدل على أنه ليس كلام فقط يعني اعتباطي أو هو كلام مسرحي، لا هذا كلام واقعي تمام. هذا كلام مبني إنساني سوري اليوم تمام. يعني نحن بالرغم من كل ما جرى ولكن بعدنا متمسكين اليوم بالأمل، متمسكين بالحياة بالحب تمام. نتنفس يعني أيضا الجمال والفن ونتذوقه يعني. أستاذ إبراهيم أيضا يعني يمكن دورك في مجد
الابن ايضا يعني الاصغر بالعائله ربما واللي عم بيعيش ايضا صراعات، يعني صراع اما التخلي عن كل شيء او صراع البقاء والمحافظه على الارث. طبعا يعني الدور لم يكن اكيد بالسهل، ولكن نحن اليوم نعرف انه المسرح يعكس دوما الفتره التي يعيشها يعني، وتاتي من هنا اهميه ربما التجارب يعني المسرحيه. نحن اليوم بمخاض ومأزومون ايضا بربما يعني يعني شيء تأثرت في علاقاتنا الإنسانية بحياتنا مع أطفالنا، كيف اليوم يعني شعرت بهذه التجربة؟ هلأ أنا بالنسبة لي مجد ما انفصل عن إبراهيم، لأنه بدي أحكي قصة. أنا نعم. أجيت مأخر على البروفات المسرحية. نعم. هلأ في شيء بزيتون، هو وأنا ما عم بالغ يعني، هو في كم الحب الموجود بصناعة زيتون اللي هو من الجروب كلياته، فهو ساعدني أنا كمجد يعني كإبراهيم اللي صار مجد بالبروفات بعد شوي لا أقدر أشتغل. هلأ مجد هو شاب من البلد، يعني هو كل شاب سوري. صحيح. الزيتون هن هن العائلة الكبيرة اللي هي سوريا، فينا نقول هيك. هلأ الإشكالية، إشكالية مجد هي ما بتنفصل عن إشكالية تانية اللي هي إنه وجودك بالحرب، عائلتك، أرضك، مفاهيمك، المنطق. هلأ مجد كان عنده مشكلة بهي بهدول الأشياء، بالإضافة للشيء الأهم اللي هو الحب وعلاقته مع صبا. هلا انا شفت مجد، هلا دائما بدي ارجع عيد من البدايه اللي هي انه كيف القصه بتنوصل ببعضها بطاقه ايجابيه، كيف تقدر تصنع حب من حب. صحيح. بس من شيء ما مو صح ما فيك تصنع حب. صحيح. هلا مجد بالنهايه هو كان مثله مثل اي حدا، مثل اي شاب بهي البلد، هو محطوط على مفترق طرق الخيارات، وين بده يروح. هلا قطعا مثله مثل اي حدا في صراع، هذا الصراع بيؤدي بالنهايه انه مجد بينتصر عنده بذره الحب وين راح يبقى. هلا هذا هو مجد. هلا بدي احكي شوي شغله ثانيه برات الموضوع، معلش يعني. هلا زيتون تحديدا، هلا انا صرت شاغل بحدود ال 23 عرض مسرحي مو قدامك على فكره. يعني ليس مجامله اليوم. لا لا ابدا. لا. هلا كثير انصنع بحب هذا العرض المسرحي، والناس اللي اجت بكم كبير منا اجت تحضر، انه بزمن حرب. صحيح. انت جاي تشوف مسرح بكل الممثلين الموجودين، حتى الفنيين اللي هن بمسرح الحمراء بمديرية المسارح، هن كانوا عم يقدموا جرعه عاليه من الحب والاهتمام. هلا ضمن اجور بسيطه، هلا هي القصه لا تعني حاليا بدي اقول. نعم. بس بعتقد النتيجه ما انفصلت عن البذره الاساسيه اللي فكر فيها طارق، الاستاذ طارق والاستاذ مأمون، لاني حبوا يعملوا شيء دخلوا بنحنا هلا بهي الحرب. فبعتقد كل الشخصيات كان لها يعني، حتى الشريرين غسان ورنا كانوا كثير جميلين، لان جمالهم كاشخاص ما يعني. طبعا اكيد نحن دوما مصرون على انه يعني يجب ان يكون الحب هو هدفنا بهذه الحياه، لنحب النهايه يعني ارضنا ووطننا. استاذ مازن، بالانتقال لعند حضرتك، يمكن اطلنا عليك قليلا، ساترك لك المساحه الحقيقه. ما يتهموني انا بحكي كثير. لا هيك اتهموك. ملاحظ هي ابتسامتك فورا عند الانتقال الى الاستاذ مازن. نحن كوميديا يا اخي، جديين، والاستاذ مازن مع ابتسامه. تفضل استاذ. يعني اليوم انا طبعا قبل ان الحقيقة يعني تبدأ بكلامك، أنت اليوم سعيد بهذه التجربة المشتركة اللي جمعتك مع الأستاذ مأمون بعد انقطاع وغياب سنوات عن المسرح؟ يعني اليوم تقول أنه في هذه المسرحية هناك شيء ما جذب الممثل داخلك فقدمت هذا الموضوع. وأنا هون يعني بقول أنه دائما بربط قضية المسرح، يعني هي اللي بيكون عنده قضية وهم مسرحي اليوم لا يمكن أن ينفصل عن خشبة المسرح. اليوم مثل ما ذكرنا كمان، حضرتك مثلت ربما الشخصية من شخصيات هذا المجتمع الكثر الحقيقة، الانتهازية، المستغلين، تجار الحرب، اللي بدك ياهن. أنا سأترك الحديث أكيد لك وعن تجربتك. هلا يعني أني اشتركت بالمسرحية، طبعا ما راح نكون يعني بيعرفوا المجموعة قديش في ود بيناتنا، ود فني ود على صعيد الشخصي كمان. بس هو كمان أنك تشتغل المسرح يعني هو كمان موقف، أو على الأقل بالنسبة لي شخصيا هو موقف مقاوم أو شخصي او وطني، او انا كسوري بدي احكي، وين بدي احكي؟ انا لا بحمل سلاح ولا بعمل شيء. نعم. فانا كنت عم ببحث الحقيقه عن مكان ابدي موقفي كمواطن سوري بعد 6 سنين من ازمه عاصفه. نعم. فكان هذا المكان الامثل مع 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 هؤلاء الاشخاص ومع الاستاذ مأمون الحقيقه يعني. فانا كنت يعني عندي موقفي الشخصي كفنان على هاي الخشبه. نعم. واجت هاي الشخصيه اللي هو عصام، اللي هو يعني عم نشوفه نحن كل الوقت
يعكس. انا ما بحب ان نقول انه مراي المسرح، بس هو فعل حياة كمان يعني، بتأثروا فيه الاشخاص، بتأثر فيه المتلقي. فهذا عصام يعني انا حتى انا عم مثله يعني صار في تضادات براسي حقيقه يعني، اللي ما بيعرفوا انه ما بقدر اثبت مثلا انا ميل شوي للنمطيه، بعرف جيب حدا يعني كشكل اداء يعني ما بتضايق، انه انا بقدر جيب واحد وحطه على الخشبه او حطه امام الكاميرا. نعم. هن ما كانوا هذا عصام واحد، كان ينط براسي 100,000 نموذج عم بشوفه كل يوم بالطريق. صحيح. او صحيح. بالاخبار او كذا، بيستاءوا منه كل السوريين الحقيقه. هدول الدعاة الوطنيه من استغلوا الازمه، من استغلوا الحرب، تجار حرب. وانت اليوم تنفر من هؤلاء وتقول يعني انا اليوم الحقيقه يعني عندي عتب او ربما اكره يعني من يدعي اليوم الوطنيه بشعارات ايضا يعني واهيه وكاذبه اليوم. في صار اصبح منهم. نعم، لانه ما في يعني انا حقيقه بقناعتي من حيث المبدا ما في تعريف للوطنيه حدا يلقيها علي او على غيري. يعني فالان كتروا هدول وصاروا يعني يتهمونا بالله. هم اصبحوا بحد ذاتهم ازمه لغيرهم يعني اليوم. نحن اليوم ازمه كبرى قد الازمه هذيك. نعم. يعني وصرت يعني انت ويلك تفكر بالازمه ويلك تفكر فيهم. فاجا هذا عصام عشان ما نكون نطول الحديث. يعني تحصيل حاصل لكل هؤلاء يعني. حتى لو يعني انا احيانا كنت احس، حتى الاستاذ مامون كان يقول لي احيانا لا تطلع انيابك، يمكن احيانا يعمل هيك يصير في شيء مثل افلام كرتون. لانه احيانا بتشوف وجوه بالطريق مثل الوحوش يعني او مصاصي الدماء يعني. بينما هو كان هذا يعني كان هو لطيف قبل الازمه، شو بعرف، تجار حرب. وانت اليوم تنفر من هؤلاء وتقول يعني انا اليوم الحقيقه يعني عندي عتب او ربما اكره يعني من يدعي اليوم الوطنيه بشعارات ايضا يعني واهيه وكاذبه اليوم. في صار اصبح منهم. نعم، لانه ما في يعني انا حقيقه بقناعتي من حيث المبدا ما في تعريف للوطنيه حدا يلقيها علي او على غيري. يعني فالان كتروا هدول وصاروا يعني يتهمونا بالله. هم اصبحوا بحد ذاتهم ازمه لغيرهم يعني اليوم. نحن اليوم يعني ازمه كبرى قد الازمه هذيك. نعم. يعني وصرت يعني انت ويلك تفكر بالازمه ويلك تفكر فيهم. شو في بالسويد؟ ما في شيء بالسويد. كان عندي رفيق بروفيسور كبير سوري مقيم بالسويد، كان يقول لي عصام الوطن هو الذاكره، يعني إذا بتترك وطنك كأنه تركت ذاكرتك يا عصام، بعدني بتذكرها وبتطلني بدينتي. مات الله يرحمه، دفنوه ضيعة بعيدة نسيتها شو هي. أمل بالسويد كلها وجوه شاحبة وصفرة لأنه ما في شمس. بتعرفي ليش؟ لأنه ما في شمس. ست عليا أكبر نسبة انتحار هي بالسويد من الملل والروتين والرتابة. اكزاكتلي الرتابة، يعني بتروح من شمال السويد لجنوب السويد ما بتشوف غير بحيرات وبطاط، بحيرات وبطاط. ما اللي عرفنا من البحيرات والبطاط؟ بس مسيو عصام، السويد بلد نظيف جدير بانه ينعاش فيه. لا تصدقي، لا تصدقي يا ست عليا انه حدا سوري اصيل ما بحب يرجع على هالبلد ويموت هون بهالتريل بمده تحت شي شجره زيتون عتيقه. الموت يا ست عليا برا ذل، ذل حقيقي مو بالضرورة. مريانا، يعني اليوم أيضا أنت سعيدة أكيد بوجودك على خشبة المسرح عشقك تماماً. الأول عشقي الأول، وقلتي بأنه يعني هو عرابك الثاني طبعاً. طبعا بعد عرابك الأول اللي هو قلتي أنه العراب هو بشخصك أنت اليوم تماماً. مريانا معلولي، وأيضا عرابك الثالث هني أساتذتك بالمعهد العالي للفنون المسرحية. اليوم اعتليتي خشبة المسرح اليوم بهذا الفضاء الرحب بهي المسرحية اليوم زيتون، ماذا قدم إضافة اليوم لمريانا معلولي؟ هلا هي العوده كانت بعد غياب 3 سنين عن المسرح. هي العوده كانت مثل دواء لميريانا معلولي بعد هذا الغياب، بعد الجروح اللي تعرضت لها بمسيره الحياه اللي هي نحن متعرض لها بالعموم. صحيح. يعني فهو بالنسبه لي مثل دواء لإلي، لانه هو كان العمود الاساسي لشخصيه ميريانا معلولي. فهذا العمود الاساسي بعد الزمن بده ترميم، بده اعاده يعني شوية تغيير بالديكور شوية كذا، فإعادة لشخصية مريانا أعد لما ما يعني شو اللي نقصه بهي المرحلة. يعني جميل هذا الكلام اليوم إنه هو ممكن يعطي بارقة أمل يعني بالنسبة لكم كلكم اليوم يعني إنه عودتكم للمسرح. يعني تفضل. تماما. يعني هذا المسرح هو فعل شفاء وتطهير حتى للممثل بحد ذاته يعني. وهي مريانا يعني أنا حابب كمان لأنه أنا هيك بتصير معي كمان. نعم. مثل إبراهيم وكل المجموعة، هو صحيح حالته يعني
المسرح انه المتلقي والممثل، ولكن كمان الممثل بيكون هيك بحاله كارستو بيقول عنها كترسيس او تطير للممثل نفسه يعني. تماما عرفت كيف؟ فبيشفى حقيقه، ما بنكون عم نبالغ اذا قلنا هيك. وحتى انا يعني كان بدي اقول فكره انه انا ما كنت من الاشخاص يعني، وخلال دراستي وكذا واستنتاجاتي الشخصيه، انا ما بامن كالفن قبل بالفن برساله الفن بالمعنى النموذجي. ما كنت، انا كنت يعني رجح زاويه المتعه بالفن حقيقه. نعم. وكنت يعني ناقش بهي الفكره انه الفن هدفه متعه اساسيا، لا تغرقوه بالرسائل، اتركوه. انا بامن انه المسرح بيأرخ شوي، بيأرخ على صعيد عاطفي خلينا نقول. بالازمه اكتشفت انه لا، انه انا يعني انه مو هيك، ممكن المسرح يأرخ ويكون مختلف ويمكن يحمل رسالة. على الأقل أنا لاقي مكان أحكي فيه هو، وهو كوني أنا أدعي إني أنا فنان أو ممثل. نعم. فبكون المكان هو المسرح هذا. فأنا أي رسالة بدي أوصلها ببعتها عن طريق هذا المكان. يعني أنتوا بعتوا، لأنه بعتوا أنتوا اليوم يعني فترة كانت عن المسرح غيابكم، يعني ربما الدراما أو حتى السينما شدتكم يعني اليوم عن المسرح، ولكن هناك أنا أشهد اليوم في يعني اقدام واقبال اليوم حتى من الممثلين اللي نحن تعودنا عليهم على خشبات المسارح انه يرجعوا للمسرح. يعني ايضا استاذ ابراهيم، انا بعرف انه شاركت في مشاركات، ويمكن كنتوا ايضا شاركتوا بعمل مشترك رد القضاء الحقيقه بالسينما. يعني حضرتك وايضا الاستاذ ابراهيم كنتوا في هذا العمل، ولكن شغفك وعشقك المسرحي. نحن بالاساس خريجين معهد علي فنون مسرحيه ثلاثتنا. يعني هلا ما حقفل الحكايه تبعي عن مازن، راح مرق اليوم ما حكيها. نعم. اوكي. مريض انا. فاكيد احنا بالاساس خريجين معهد عالي، يعني ممثلين على خشبه مسرح. هلا ما ياتي بعد هو تحصيل حاصل للنهنه لسوق عمل يجري الان في سوريا. سوق عمل. سوق عمل. ايوه تماما. يا حتى لا تفهم الهم. سوق عمل. اي يعني هي سوق عمل. اي سوق عمل طبعا. بدي اشتغل. اي تماما. فهلا انا بالنسبه لي ما انقطعت فترات طويله، يعني السنه الماضيه عملت عمل، السنه عملين اللي قبلها. هلا انا كممثل بيرممني المسرح، بحس بالرضا. نعم. هلا بغض النظر عن النتيجه، لانه بالمسرح برجع بعيد انه في جرعه من الحب بترجع على مستوى التكنيك، بتحمي صوتك، جسدك، بتعرف مشاكلك، بتعرف قد ايه تسرب لك شغلات مو صح. يعني هلا بالشغل كان يشوف الاستاذ مأمون عم يطلع بديرتي اول كم يوم، اللي هو ما لازم يكون موجود. نعم. لانه احنا ما عندنا بسوريا عندنا فكرة ورشة العمل المستدامة للممثل. نحن نجي نشتغل مسرحية فنبلش بروفات، فالمخرج بيتحملنا بنتعب أضعاف مضاعفة، فبعد شوي نعمل عرض. هلأ بالمعهد مثلا، إذا بدنا نقول في شغلة، أنه بالمعهد مثلا بأربع سنين أنت بتضل كل وقت ورشة عمل وراء بعضها يعني. نعم. هلأ بدي أحكي شيء عن اللي قاله مازن، أنه مو بس بيعمل تطهير للممثل، هلا بيرجع بيعطيك انه بتحس، انا بحس حالي انه رجعت وقفت على رجلي، انه ولدت من جديد. يعني اليوم في، هي ولاده حقيقيه اليوم على خشبه المسرح. تواصلكم ربما ايضا مع الجمهور عم تاخذوا رده الفعل مباشره، يعني هيدي كمان يمكن تماما هي اسمها اعاده تهيئه. هي هي اللي عم بيشتغل تلفزيون كثير، هي متعه. بس مو بس هي متعه يعني بيفقدها اللي ما بيوقف على المسرح. ما عم ندعيهم نحن، بس هي متعه يعني في شعور، في شعور له علاقه هن نقيضين بس بيجتمعوا بنفس اللحظه. نعم. انه انت بتحسي رجلك بالعرض، هذا الحكي مو بالبروفات، بتحسي رجلك كثير ثقيله وثابته على الارض، بس بنفس الوقت انت عم بتحلقي لفوق. صحيح. في يعني في هدول يعني الجسد على الارض ولكن الروح تحلق. تماما. هدول هذا الشعور ما في شيء بيوصفه ولا بيساني ولا بكلمه، بالعرض نفسه يعني ولا بشيء. هي الطريقة بالعرض، بطريقة إدارة البروفات، بالحياة الجماعية اليومية. لهيك بيحبوا أهل التلفزيون اللي هني خريجين المسرح، اللي بيشتاقوا له. ليش؟ لأنه هني بيحنوا لإعادة تهيئة الجسد، بيشتاقوا للطزاجي. لأنه بالفن التلفزيوني في عندهم آلية عمل، هي آلية إنتاجية وآلية عمل بتقضي على أرواحهم بسبب صحيح. الطريقة خلينا نسميها ايقاع. يعني اليوم ديناميكية، في ايقاع محدد. ديناميكيه العمل بالتلفزيون واليته بتعطي هي النوع الاستهلاكي شوي بالاداء، اختلاف الادوات يعني الادوات بتصير نفسها بتشبه بعضها. بالمسرح
في هي إعادة اكتشاف للذات وإعادة تهيئة للجسد وإعادة تهيئة للروح يعني، وخاصة إذا كانت المجموعة مثل مجموعتنا طبعا اللي هي منسجمة محبة عم تشتغل بحب وبتتأمل من الآخرين يشوفوا هاي النتيجة على الخشبة. لذلك هني فعلا أنا دائما أقول حتى النجوم الكبار الخريجين المسرح فعلا بيحبوا يجوا على المسرح، لهيك بنقول لهم بس إني ما بيجوا لأنه ما في مصاري، هذا السبب الوحيد. هو في كتير يعني الحقيقة بس يعني هني بيحبوا انتبه هني دائما بيحبوا فعلا يعني ليس لندرة النصوص. وهذا أيضا كان سؤال ومحور يعني قبل ما أنتقل لهذا الموضوع، بس بدنا نتوقف يعني باعتبار كان في أيضا بالمسرحية كان في فسحة ربما للغناء يعني اليوم. مريانا بدنا نتوقف هيك مع مقطع صغير، أنت بتختاري ولماذا أدرج الغناء يعني اليوم بالمسرحية؟ السبب أيضا هي كمدرسة موسيقى اليوم، السبب هو أنه هي مدرسة موسيقى، هي ما أنا مغنية بس هي من خلال الدروس اللي كانت تاخدها وهي عم تدرس الموسيقى صار عندها حب لهي الحالة وصارت يعني تعبر بالغناء وصارت تلعب مع حبيبة لعبة المقامات وتصير هيك تلعب هي وياه مثل ما بيقولوا يتمازحوا مع بعضهم. نعم. فهي هي الحالة اللي كانت موجودة عند صبا، ففينا نقول بدك تغني لنا شو تشرحي لنا شو مو هيك؟ لا عم تسألني سؤال أستاذ ماذا لو سمحت الله خليك بحالك كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون وحتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون كان اوسع هالصالون كان اشرح هالبلكون حتى عيونك يا حبيبي كان عندك غير عيون يا ضيعان راحوا شو ما صار لكن راحوا مش سامع غنيت راحوا. دمجنا التنتين سوا بس صوتي مو حلو بس انت مريض اعطوني عصام مريض يعني اليوم طبعا اكيد انا يعني اشد اليوم على يد الاستاذ مأمون بانه استطاع الحقيقه ان يعني سواء اخراجيا او حتى بالنص انه بيستفز يعني يمكن ما لديكم وعشقكم للمسرح وشغفكم انه ياخذكم على هذه المسرحيه اللي تشتغلوا معه. وانا اعرف ان اليوم انه في عندك ايضا يعني وفاء او فرقه، خلينا نقول فرقه طبعا من اكيد نحن بنحييهم واحد واحد اللي بيشتغلوا معك دوما في تقريبا اغلب مسرحياتك اليوم، ولكن مع ذلك يعني طبعا البعض قد يقول انه هناك شلليه. اليوم حنقول انه في فرقه لانه في تواصل روحي وفكري وثقافي انه بيحكوا العمل مع بعض. اذا كانت كلمه الشلليه ادعو كل مخرج في سوريا بالمسرح يعمل شلة مسرحية عشان يطلع عنا 10 شلل جميلة بعشر أعمال جميلة شو ما كانت يعني. هاي دائما بس بالمسرح بقول نحن ما عنا هذا الترف، نحن محبين للمسرح عم نحاول نكون مع بعض بالأعمال مع الإصرار على وجود أنا بسميهم نجوم مسرحيين جدد. ولكنك تستقطب يعني اليوم هذا إبراهيم هو هذا الشق الثاني إنه أنت تستقطب اليوم وجود جهيب اللي بدي وجه له تحية كبيرة اللي هي يمكن أول عمل مسرحي بتقوم فيه بعد تخرجها من 5-6 سنوات يعني. فهي مفهوم الفرقة نحن ياريت نقدر نوصل له لأنه هو معنى الفرقة هو الانسجام. فعلا أنا بتمنى دائما نتواجد مع بعض ودائما نحن بالأساس نحن قديش المسرحيين بسوريا يعني كل مسرحيين سوريا يمكن بشكله فرقة بمسرحية بأي بلد تاني طبعاً. وخاصة ضمن نظام مديرية المسارح والموسيقى، مديرية المسارح والموسيقى إبراهيم موجود فيها، رنا جمول موجودة فيها، أنا موجود فيها، نحن نظام فرقة. ولكن بصر أني استقطب هدول الموهوبين يلي هني فعلا أنا بسميها من حقهم الطبيعي يكونوا على خشبة المسرح في حال كانوا بيحبوا. وصدقيني هلأ ما حدا بيشتغل بالمسرح غير اللي بيحب شو ما كانت التسمية. صحيح. أما الفرقة يعني بتمنى يكون في 10 مخرجين مسرح عندهم شلل فنية كويسة الكل مشان الكل يشتغل ويكون عندنا حوالي 500 شخص
الشخص عم بيشتغل ما في مشكله. يعني انا هون بدي انتقل بالاسئله، يعني اذا ما بيسؤال انه هل التزامنا احيانا بمواضيع وطنيه وتخص الوطن اليوم عن طريق تقديمها بشكل مسرحي، هل يعزز ربما الانتماء اليوم بالوطن وترسيخ هي الجذور او جذور القيم والاصاله اليوم؟ لا شك نحن كل شيء بنقدر نسويه لازم نسويه، يعني حتى لو ما كنا موافقين، بس انا بعتقد انه بيأثر. لانه برجع بقول لك نحن كمسرحيين او كممثلين لا نملك غير هذا السلاح، فنحن لازم نقوله، كوننا نحن موجودين لازم نحكي. وانا هذا اللي لفتني بمشروع معمول الحقيقه، يعني نعم. انه هو يعني ثلاث اربع مسرحيات عم يحكي عن الوطن من الخارج، يعني ممكن تقول انه شو بده يعني بالازمات اصلا من حيث المبدا ما بيطلع هو بيزعل منها هي الكلمه. ما بقول انا انه مسرحيتنا رديئه، مسرحيتنا جيده جدا، مش برايي انا، بس غالي انه اذا بيقدر معمول خطيب او مجموعه سوان كنت انا او ما كنت انه يعمل تاريخ لازمه معينه او يوصل شحنه معينه من ازمه السوريين بكون هذا كثير شيء ممتاز، لانه بالازمات بيطلع اصلا الفن الرديء. صحيح. فما بالك عم بيطلع مع مأمون او مع غيره. الحقيقه مو بس يعني الاستاذ مأمون، في كثير يعني في عم تطلع ارقى انواع الفنون. نعم الحقيقه، وانا مراقب ولم يعني احنا ما طلعنا من سوريا بالازمه، فانا مراقب عم بيطلع احيانا صحيح عم يظهر فن رديء حقيقه، اثبتت هي الحقيقه اللي قريناها، عم بيطلع فن رديء كثير، بس بالمقابل عم بيطلع مبدعين وعم بيطلع فن عاطفي حقيقي بيشبه الحب اللي كانت بتقول عنه مريم. وانا بالمناسبه بدعو ليصير حتى مسلسلات رومانسيه، افلام سينما رومانسيه، مسرحيات رومانسيه على هذا المشاهد، لانه بيتاثر المشاهد. هذا صحيح. بيتاثر بينفعل، فانت يا اخي بعد له عن الحرب مثلا، هي فكره خطيره، لانه هو عايش اليوم قصه حب بلكي، يعني هذا يعني هذا يمكن ما قصدته، انه اليوم محاولات يعني حثيثه وجهود مكثفه. طبعا قبل ما انتقل لمريانا، انه لي ربما اعاده الثقه يعني ما بين المتلقي وما بين المسرح، ما بين جمهور المسرح والمسرح ايضا بنفسه. ولكن هون هذه المحاولات اليوم التي تقتصر فقط على مواضيع او موضوع الازمه والحرب، هل برايك انه صار في تكرار ربما لهذه الفكره؟ يعني اليوم كما ذكر الاستاذ مازن ايضا نحن بحاجه ربما لمساحة أو فسحة من الأمل، يعني أو نافذة ربما، عرفت كيف، محطة للاستراحة والتنفيس عن كل الأعباء والهموم عن طريق الكوميديا والضحك. أو أنا برأيي الشخصي أنه أنت تقدر تصنع مسرح ببلد تتعرض لحرب من ست سنوات. هلا هي الحرب ببساطة هي حرب لا تأكل الأخضر واليابس، يعني تاريخك حضارتك. هلا في ناس ما بتصدق إحنا كسوريين موجودين هلا بساحة الأمويين، وجينا مشي انا والاستاذ مأمون من ساروجا لهون، في ناس ما عم تصدق انه احنا كسوريين بعدنا عم نمشي بالطريق. وصدقا انا يعني حتى انه عم تسوي مسرحيه بمسرح الحمراء، هي رفقاتنا اللي هن من مصر من الاردن من صحيح. اي مكان، وليس فقط المسرحيه، انما كل نشاط الحقيقه فني فكري ثقافي يقام على هذه الارض لن يصدق العالم ربما باكمله. بس المدهش انه ما بدي اقطعك، بس المدهش انه كمان في جمهور كثير. هلا بدي احكي عن شغله، قبل المسرحيه كان في مهرجان مسرح الطفل. نعم كان بفترة العطلة ناس فوق بعض برا، انا فرحت الحقيقة، يعني انا شفتها من برا هيك في جمهور كان مذهل. فهو حب الحياة بعتقد هو اللي عم يخلي الناس تكون موجودة وحاضرة. صحيح. هلا ما راح احكي بشعارات لا صمود ولا اخره، لا نحن شعب لا حي. لا هو نحن اكيد ما راح نحكي، هذه ليست شعارات عفوا، لانه اليوم كان في خيارات، يعني تمام. اليوم الخيارات متاحة للجميع. أكيد. اليوم أكيد. بقائك انت كخيار هذا خيار وانت خيارة. تتحمل نتيجته. نحن بكل بساطة يعني احنا بمسرحية زيتون، وانا بدي ارجع عيد فعلا هي القصة، الجروب كثير جميل بيحب بعضه. الشباب المسرح الحمراء يعني عيونهم تضحك وقت اللي بنجي عيلة، طلعنا سوينا مسرحية، في كواليس جميلة. أي. في كواليس كان يقول لي دائما كل يوم المعنويات الجميلة، بيعطيني الدفق العاطفي كل يوم قبل ما حنحكي. لهيك أنا اليوم قبل لا هو مأمون يعني في حقيقة يتقن يعني غير فن الإخراج المسرحي. نعم. يتقن يعني فن هيك ما بعرف بدي اسميه، بس له علاقه بالانسانيه. يعني هو الجروب اللي جامعه يعني صفن وعن دراسات، بتحسه انه كيف ركبوا مع بعض هيك. هو هي نقطه ذكاء منه، لانه اليوم هو فشل عمله يعني اليوم او نجاحه، فهو يعرف ويدرك تماما ويتمكن من ادواته. ولكن اليوم يعني يمكن في عندك تساؤل ربما مريانا، او هي نقطه تقولين اليوم انه المسرح ظلم
وطبعا الكل يقول انه المسرح ظلم ولم ينصف، يعني طبعا. اليوم قلت ايضا وسيظلم ولن ينصف طبعا ولن ينصف، يعني ولن اليوم رغم كل هذه المحاولات وهذه المبادرات اليوم يعني حتى ما نكون متشائمين اكثر لن ينصف. إيه هلا بدي اعرف ليش هي النقطه، ولكن اسمحي لي بس انه اعقب على ايضا الموضوع. قلتي انت اليوم يمكن لستي انت قادره على يعني الخوض بغمار تجربه اخراجيه طبعا. ولكن من تمنيتي على طبعا. المخرجين المخضرمين واصحاب الكفاءات بانه يعني يعطوا المسرح ما يستحق تمام. هل أعطى اليوم الأستاذ مأمون برأيك أنت اليوم في هذه المسرحية وغيره طبعا من لمجرد فكرة أنه هو عنده رغبة أنه يعمل على الأقل كل سنة مسرحية، فأنا بعتقد أنه هو لم ينصفه كاملا ولكنه قدم له بعض من الوفاء. يعني قديش جميل أنا كل فترة أقدم له وفاء لهذا المكان اللي طلعني أنا كميريانا معلولي. هو اللي خلاني واقف، هو اللي خلاني، لأنه تماما نحن بناخد بنتشرب الفن من المسرح نطلع على الحياة العملية اللي هي متشعبة، لأن نحن معنا تخصص بالدراسة اللي هي متشعبة العلاقة بالمسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون، وهلأ صار فيلم الدوبلاج. قديش جميل مني أنا أني أرجع أقدم هذا الوفاء للشخص اللي للمكان اللي قدم لي ميريانا. قديش هل عودتك له يعني هو هذا نوع من الوفاء، رد الوفاء بالوفاء، نوع من الوفاء للمسرح اللي هو أبي اللي هو قد يعني اللي هو طلع ميريانا. يعني قلتي ذلك، قلتي تبناك المسرح تماماً. وأنت ابنته المدللة كنت تماماً. يعني اليوم وهو يمكن هيدي أنت تريدين اليوم أعطاه على الأقل يعني الحق القليل. يعني هلأ يمكن لأنه لا أستطيع الخوض بإدارة تجربة لأنه بعتقد لسه تجربتي أو خبرتي بهي القيادة ما اكتملت، بس احتمال كتير كبير أنه أنا بعد فترة زمنية صير أقدر خوض بتجربة إخراجية، تجربة نعم. إخراجية مسرحية نعم. وعلى اعتبار أنه صراع المسرح هو صراع صحيح اللي هو ناشئ من الصراع، والحياة مليئة بالصراعات فأجباري بيوم من الأيام سينصف المسرح نتيجة تعدد الصراعات بهي الحياة. يعني هو يقول ذلك، هو يقول ذلك ظاهريا يعني اليوم وشكليا، ولكن اليوم بضمنه بأعماقه أنا أعرف بأنه هو لا يعجز ولا يهزم. يعني اليوم ما في شيء اليوم بيهزمنا، هذا سبب اليوم استمرارنا 7 سنوات. يعني أنت طبعا. اليوم تقريبا كل عام في عندك مسرحيتين ثلاثة اليوم تلامس ربما وتقارب أيضا الوجع السوري اللي هي تعزف على وتر. تخرجي بعمل أنا مسرحيات عن الوجع السوري. نعم أنا أعرف اليوم أنت الهم الإنساني وقلت هذا الموضوع، ولكن اليوم ربما أيضا مشغولين أكثر. يعني اليوم ما في تجربة تكرر نفسها عندك، يعني نحن اليوم حتى الوجع في وجع قد يكرر، يعني قد تكون في إسفاف مبالغة اشترار لفكرة معينة، لعب أحيانا على الوتر كما قال الوتر الوطني اليوم، يعني في الكثير عم يعزف على الوتر الوطني. لا تخرج من عمل وتنجزه إلا وتكون استنفذت كل طاقتك وأخلاصك فيه وتقول على الأقل يكفيني شرف المحاولة. تماما، ولكن أنا قصد بفكرة لم ينصف ولن ينصف لا. هي رسالة دائما نحن نطرحها لأنه بحس من واجبنا نقولها دائما. هي رسالة لكل مين مسؤول عن المسرح، فينا نعتبر لوزارة الثقافة، لمجلس الشعب، للحكومة، أنه إنصاف المسرح يتم بتحديث القوانين. هيك أنا عم أقول لن ينصف، طالما في نظرة على فن المسرح على أنه فن ملحق غير ضروري غير لازم. هي. هذا اللي عم أقول أنا لن ينصف. نحن عم نحاول ننصف أنفسنا أولا نعم. بالعمل على المسرح، نحن عم نقدم الإخلاص والطاقة والجهد، والموهوب عم بيقدم موهبته، ولكن المقابل اللي نحن منريده هو مقابل تنظيمي يعني قانوني إلى آخره، مشان نجذب أكبر عدد من المبدعين إنه يرجعوا يشتغلوا، لأن المسرح ما بيقوم على شخص أو فرد أو مجموعة صغيرة. دائما أنت كنت عم تسألي أهمية العمل بالمسرح بهي الفترة. نعم. المسرح هو وسيلة من وسائل التنوير يعني، لأن ومؤثر خاصة بحياة الشعوب يعني مو بس بسوريا، بكل الحروب العالمية اللي تصير. كان لما كانت مسرحية لبريخت مثلا الأم شجاعة كانت عن الحرب، كانت تعمل أثر غير منطقي عن أم تبيع أبنائها بالحرب. نعم. تبيع أبنائها بالحرب، أثر الحرب على ألمانيا كان يعبر عنه بالفنون، بالباليه، بالرقص، بالشعر. أنا بحكي المسرح كوجه من أوجه الثقافة. لن تنصف الثقافة في حال عدم الاهتمام بها من المسؤولين القائمين عليها. نعم. يعني بمجلس الشعب يجب ألا يعتبر المسرح
فن ملحق وضروري يعني رفاهية، أو يعني ربما او رفاهيه تماما يعني، ولكن يعني انا اعرف اليوم من خلال اللقاءات يجب الا الا نعتبر ان لا يغلق المسرح في مناسبات معينه يعني مشان ما نفوت بكثير بهذا الموضوع. نحن ازمتنا ازمه قوانين قديمه، وكمان بس في شغله لن ننصف في حال نحن ضلينا عم نعتمد على على آراء خليني أقول الموظفين الإداريين أو الموظفين الانطباعيين، أو خلينا نروح على اللي لازم يساعدونا بالقيام بالمسرح، هن عم بيرجعونا لورا بطريقة أو بأخرى. ما الذي اليوم نحتاجه أيضا للوقوف يعني بصلابة؟ ونحن بنعرف اليوم أيضا يمكن عم نستضيف أشخاص أستاذ مأمون، وهم حقيقة يعني في عندهم أماني وعندهم مخططات ومشاريع لدعم ربما هذا الموضوع، الموضوع المسرحي. وأيضا يعني أحد أحيانا الضيوف قال بأنه سوف يتم يعني استقدام ربما سيارة لتغطية عروض مسرحية وستلف المحافظات السورية وأيضا القرى النائية السورية. طبعا نتمنى ذلك، لأنه بالنهاية نحن أيضا بدنا بحاجة لجيل مثقف فنيا وثقافيا وفكريا. تفضل استاذ ابراهيم. بدي احكي انا حادثه صارت معي من شيء 7 سنين. طلعنا من مسرحيه مسرح الطفل، عرضنا بمنطقه اسمها الحصن، يعني عدنا العرض 3 مرات. ما الحصن طبعا معروف المنطقه يعني، طبعا كانت تقام فيها مهرجانات يعني تقصد قبل كان اول سنه بيصير، ف في مكان عرض فيه العرض، عدناه 3 مرات لكثافة الجمهور. هلا كان للأطفال لكن كانوا الكبار عم يعدوا قدام، عم يمنعوا الصغار يشوفوا العرض لأنه هني مدهوشين بهذا الفن أو هذا الشيء اللي يقدم، رغم أنه ظروف المكان والإضاءة ما كانت صح. أنا برأيي أنه أنت تمتلك التحدي وتمتلك الموقع وتمتلك الأشخاص، مثل ما حكى الأستاذ مأمون هي القصة شوي إدارية. قرار سياسي، ما بده واحد يقول أنا بدي بجيب بشكل سيارة فردي يعني، أو حتى المسرح فن غير ربحي، السينما الجادة غير، الثقافة غير ربحية بشكل عام، وحاجتنا لها بأوقات الأزمات وميزانياتها بدول أخرى بتكون هي مثل ميزانيات وزارات الدفاع. القضية ليست أنه شخص مقتدر بيقدر يعطيني 300 ألف لمشي مسرحيتي، أنا عم بطلب لزملائي ما عم بطلب لإلي. بقضية الجمهور والحال ينطبق أيضا على الموسيقى كمان يعني، اليوم أيضا يشتكوا يعني اليوم أنا من تواصلي مع هي الثقافة هي كتاب موسيقى سينما باليه مسرح غناء حقيقي فرق موسيقية دور أوبرا يعني. لذلك الطلب للجميع، نحكي عن دعم الثقافة والمسرح أحد أوجهها. هي ما بدها 2-3 متبرعين أصلا، لازم الدولة إذا عندها سياسة واضحة ما تسمح كتير للسبونسرات يفوتوا، لأنه بدنا نفوت نطرح وجهات نظرهم، ما منفوت على العقلية الإنتاجية اللي صارت بالأعمال الدرامية اللي أنا بالخليج عندي شركة بدي أقول أفكار معينة فبيجي بعمل مسلسل وبعطي العالم مصاري. هذا شيء كتير سيء. الدولة إذا عندها سياسة محددة واضحة، سياسة ثقافية فبدت تحدد شو بدها من هذا الفن، اما تعترف به او لا. هذا الفن يعني أو انت ذكرت ربما شركات الانتاج، يمكن مريانا عندها في اختلاف ذوقيه واختلاف حياه. كان يحكي لي والدي، كان هو والدي يمكن هو الاساس اللي زرع فيني هي البذره، لانه هو كان وشجعك ودعمك، كان يشتغل بالمسرح الجامعي ولظرف ما سافر وترك يعني ترك الجامعه وما عاد كفى مسرح، بس بالفطره نما عندي هي القصه. كان يحكي لي انه كانت الحاله العلاقه بطقس العائله صحيح، ترتدي اجمل ما لديها صحيح، تلبس احلى ما عندها، وشو نحن رايحين نحضر مسرح او سينما ويفوتوا صمت. هي الشغلات اللي موبايلات واصوات وكذا ما كانت موجوده، بكامل الاحترام لهذا المكان يلي هو له علاقه بالقدسيه كان لهم، هيك كانوا يشوفوه، هيك كانوا يفكروا. تغيرت كل هي الادوات، تغيرت كل هي الحاله. هلا عن جد بفوت المشاهد صدقيني 3-4 مرات بيرن الموبايل ونحن واقفين على المسرح. يعني انا يوصل يخلص العرض اخر شيء انه نحن انه خلص واقفين مثل وبقلب الحاله وعم نشتغل مثل الجبال وخلصنا ولا يعني حس يعني ولا أنا اكيد افهمك اليوم. وايضا انت لك امنيه يمكن بي انه عندك يعني ربما طموح ب يعني ايضا انشاء شركه انتاج لتقديم فنك السوري اللي تشرفتي من العمالقه او انك وكما اراه انا
أي. اللي هو تشربته من والدي نعم. ومن العمالقه اللي نحن تربينا على شو هن قدموا لنا. وبدي اقول بس شيء له علاقه بالرساله. رساله الفن ليست انيه. رساله الفن هي استنتاجيه ومع الزمن بتبين. يعني بفتره ما قبل الحرب الرساله شو كانت؟ استنتجناها عند نقطه بدايه الحرب اتوقع. نعم. وبس تخلص الحرب حتؤرخ وحيطلع مثل ما بيقولوا نتيجة. هي النتيجة هي رسالة هذا الفن وليس فقط في سوريا في كل أنحاء العالم. تماما. يعني يمكن أيضا في عندك نقطة بهاي الموضوع أنه عن الرسالة الله. اليوم ألم تتضح برأيك الصورة بعد كل هذه المحاولات يعني الدرامية أو المسرحية اليوم بتقديم صورة ربما تكون مست وترا من أوتار الحياة الموجعة؟ هلا انا برايي لا، انه لا انت موجود وهن معترفين بوجودك. انا شوي بالقصة نعم. لكن هو كفن بتطور الحياه بال 2017 يعني نحن هلا 2017 نعم. يعني انت لساتك واقف بمكان من 1960، نفس عدد المسارح بدمشق، نفس الانظمه والقوانين. يعني انا بدي اسال سؤال عام، ما بعرف مين مسؤول عن القصة. يعني المنتج الوحيد للمسرح في سوريا هي وزاره الثقافه، مديريه المسارح والموسيقى. نعم. نحن 23 مليون قبل الحرب وبعد الحرب، نحن عدد المسرحيات اللي عم تنتج. ألا يستحق جمهور دمشق أكثر من 10 مسرحيات في 10 سنة؟ والله يا أستاذ والله إبراهيم، أنا طرحت هذه المشكلة اليوم مع مدير المسارح والموسيقى، وكان في وعود. يعني اليوم كان في وعود الحقيقة، حتى أيضا لا أغبن حق يعني من أستضيفه من المسؤولين يعني عن الجهات اللي نحن عم نحكي عنها اليوم ونوجه لها العتب. أنا عن مدير المسارح والموسيقى والوزير، ليست يعني قضية أشخاص. نعم. هي ليست قضية أشخاص أو مدير. أنت ترجع تقول قوانين. هي قضية مجلس الشعب كم عندنا فنان؟ ثلاثة أربعة أكثر أربعة منطالبون. يعني اليوم طيب الحرب لماذا طيب. لم تطالبوهم فعليا أو لماذا طالبون هلا يعني منبر إعلامهم نحن نطالبهم أنه يا أخي أنا أتمنى عليكم أن تسمعوا ضيوف الكرام أعضاء مجلس الشعب من الفنانين. سأنقل لهم والله مع أنه أنا أسمعون هذه المعاناة. فكرة صغيرة أنه هي الحرب لما بلشت الحرب على البلد هي بلشت إعلامية ثقافية فكرية. صحيح. هلا اي حدا بيتناسى هالثلاث شغلات انا برايي هو عدو. صحيح. نحن كان في، اذا بتذكروا الخطوات اللي مشت فيها هاي الحرب، بدنا نحكي سياسه لانه احنا هي حياتنا، هي مدينتنا، هي سوريا. نحن نتنفس سياسه يعني هي اليوم حياتنا. حتى اسقاطاتنا كلها ضمن هذول الثلاث محاور كان هي الحرب علينا. نعم. بالكذبه بالشكل اللي احنا كنا ضايعين بالصوره. نحن فنحن لازم نرد. نحن قادرين نمتلك جيش، انا برايي من الناس العاملين بالمسرح قادرين، في رفقاتنا كثير خريجين معهد وفي غير خريجين، وفي ناس، في عندنا جمهور وبنقدر نأثر بالرأي العام. رأينا نحن بنقدر نجيبه من قدام التلفزيون ونحطه عنا بالمسرح، نعطيه جرعة نظيفة من الفكر، من الحب، من أي شيء كان. فما بعرف مين المسؤول عن هالقصة، بس انه بعتقد يعني مطالب. يعني انا هون هو لازم يفكر. انا هون قبل ما انتقل للاساتذه، يعني استاذ مازن ايضا، هل كان لك يعني تجربه ربما مسرحيه مع تجمعتك بالاستاذ شادي كيوان؟ يعني اليوم هل لا هو في، كان في مشاكل او هي كانت يعني ايضا لا كان في مشروع هو رح نقدمه هذيك العام السابق. يعني نعم. كنا رح نقدم او قدمنا عمليا مشروع لم يرى النور، رفض شوي كذا، في شوية رقابة، في عقبات يعني، في شوية رقابة منهم عقاب. يعني عم بيشددوها شوي على ما بعرف ليش، ويمكن يكون بمحلات معهم حق بمحلات كذا. أنا غيرت وجهة نظري بكل النص وكتبنا نص ثاني حقيقة. هلا قلنا له للمديرية المسارح، والحقيقة للأمانة ما عندهم مشكلة أبدا، قالوا لي تفضل يعني. تمام. متى سيبصر النور؟ لا هذا بس عمل خلص اليوم شوية يعني شغلات. نعم. يعني ما في للموسم الجاي. خلص تصوير يعني الموسم شغلتك الدراما اليوم. يعني فنحن عم نحكي اليوم عن هم المسرح. ما كتير والله أنا بشتغل بالتلفزيون يعني، بس بشتغل، بس المسرح قلت لك لازم يعني يكون كل طاقتي فيه، فعل حياتي كثير انا في الشو هيك بالنسبه لي ما عم بالغ يعني. فبكون ان شاء الله الموسم القادم اكيد يعني السنه الجايه، اصلا هلا السنه فل يعني. هلا يعني احنا فينا نقول، فيني اقول شيء وجهه نظر. انا برايي انه الفن لا يرتبط مع الادلجه. في ايديولوجيا لها علاقه بالقوانين والانظمه اللي بتقيد هي التفاصيل. يعني انا اذا انا بدي امسك نص مسرحي وبدي اروح اقدمه بيخوفوني، ما جربت انا كشخص. لا ما كثير بخوفوني، بس بيخوفوني الناس ليش ادلجه، ايديولوجيا مجتمعي، ايديولوجيا مجتمع انه لا والمعاملات وبيسمحوا لك وبيخلوكي وما بيخلوكي وبيوقفوا بوشك. يعني هل ايضا كان في عندك فكره ايضا لتقديم نص ومشروع مسرحي؟ هي فكره
أيه. بجوز تضل فكره طبعا. انا عامل مره بلحظه مره عملنا عملت تجربه انا يعني هي كاسره ولكن صحيح. يعني بعد هذا النجاح والصدى اللي لاقيته اليوم، وانا اعرف ايضا انه يمكن كان في كثير من الوجوه يعني اليوم نحن سفراءنا الحقيقة وقاماتنا الفنية الكبيرة اللي شاركت ربما بالعرض المسرحي وأيضا أبدت يعني أبدت شكرا لكم وامتنانا وتقديرا وأيضا إعجابا بالعرض. منهم نذكر الفنانة أكيد سلاف فواخرجي وأستاذ وائل رمضان أكيد مشان. أكيد لا هو شكر لكل مين إجا يعني، بس بالمقابل كمان هو أنا نحن بنشوفه أنه هذا ما في شيء بيخلينا نفرح غير انه نحن فعلا المهتمين يجوا. فانا بشوف يوم اللي بصير عرض مسرحي فبشوفه من واجب اي فنان يروح يحضر. انا لاني انا من واجبي يوم بشوف زميل لي عم بيشتغل من واجبي تماما روح واحضر، تشجيع دعم معنوي تحفيز يعني تقدير على من باب المعرفه بالامر من باب انه انا موجود، من باب انه انتم موجودين، اعتراف بالجهد بالفضل. يعني انا دائما بقول لا مني على أكبر نجم في سوريا أنه يجي أو أكبر مسؤول حتى نحن عم نعمل عمل أولا للجماهير اللي هي رأيها بهمنا، وثانيا عم نعمل عمل لزملائنا. نحن كتير بهمنا هدول النجوم يجوا يحضروا اللي هني نجوم واللي هني وقفوا يوما ما على خشبة المسرح. وبنفس الوقت خليني أنا بنفس الوقت وجه رسالة لهدول اللي جايين يتصيدوا للناس الصفر، يعني هدول العالم اللي هني أنت بتسميهم ست أنسان بتسميه المحاربين نجح. أنا ما رح أقول إنه نحن ناجحين بس ولكن مثل ما هدول النجوم إجوا بحب المحاولة. كان إجوا هدول النجوم أيضا مبادرة يعني اليوم في عقبات كتير وبيعرف الأستاذ مأمون يعني، وخاصة عندما تكون الشمس يعني أحيانا مشرقة فهنا عم بيحاولوا يخفوها، ولكن تحت بند الرأي ممكن تحت بند الرأي يقال انطباعيات ويمارس علينا أنواع من الضغوط الانطباعية الغير محترفة. برجع بقول أنا ما بقدر ما عاد أقدر أتقبل كمأمون خطيب غير ناقد فني يحكي ويعمل اللي بده إياه. دعني حتى لا يقال أيضا يعني في هون تعقيبا على كلامك ربما يعني يمكن إجت أدرجت هذا يعني بسياق حديثك، ماذا تقول اليوم في أحد النقاد قال بأنه هذا العمل كان جامدا وبلا روح وأيضا فصل على مقاس المسطرة المسرحية وكان السيناريو يعني كمعادلة رياضية ليس أكثر. شو ممكن يعني هو إذا أنت فهم إذا أنت فهمتي يعني بالفعل حتى يعني أكون منصفة وصادقة هذا ما قرأته الحقيقة اليوم عند أحد النقاد بمحاولة البحث سيدتي يعني أنا رح جاوبك. ليس مطلوب إنه نحن نعجب كل العالم أصلا، مو مطلوب إنه نحن نكون مطرزين الفن، مو مطلوب أبدا إنه نحن نشتغل ضمن ذائقة الإليتا أو الطبقة النخبوية. نحن هلأ بوضع لازم عم نقدم رسالة ما بال 2017 بالحرب على سوريا. نحن عم نقدم طبعا هو لم يتنكر لذلك تماماً على الحقيقة يعني قال ومدى الرأي العلمي الرأي العلمي نحن معه عرفتي ما لنا ضد هذا خلينا نسميه التحليل، نحن معه ولكن مو عن هدول العالم عم بيحكي. لما بيقولوا الآراء الجاهزة فايت أولا على المسرح فايت بنفسية أنه أنتوا عملكم سيء من الأساس فايتين نحن بوجهة نظر استباقية فايتين أنه نحن بدنا نشوف عمل سيء أو فايتين لنشوف شو بده يقدم لنا. طيب أنا بالدقائق الأخيرة معي دقائق أخيرة يعني أنا رح أخذ منكم هي وجهة نظر ورد وتعقيب وأيضا هي كلمة أخيرة رح أبدأ من عندك. بدي أقول شيء له علاقة بالغربة اللي صارت بين الجمهور والمسرح. الجمهور هو أحد عناصر العرض، ما لا يكتمل العرض إذا ما كان الجمهور موجود. صحيح. والمسرح ليس فقط للنخبة، احتمال كتير كبير هذا الشيء اللي عم بيصير، هي التجارب اللي عم بتقرب الناس من المسرح ترجع تعيد هي الحالة الطقسية، ترجع تعيد للمسرح القليل من الألق وتقدم له قليلا من الوفاء. نعم. كلمة أخيرة مريانا قبل ما أنتقل بدي أخذ الكلمة الأخيرة من أستاذ مأمون طبعا بعد بدي أقول شكرا كتير سوريا دراما اللي هن دائما بيكونوا متابعين أي شيء بنساوي نحن بيتنا الثاني وقد يكون الأول أحيانا الإعلامي وهذا واجبنا وقد يكون الأول أحيانا. بدي أتشكر الفنانين اللي كنت عم بشتغل معهم والفنيين اللي هن
كانوا عم بيساهموا لنحنا نقدر نوقف على المسرح. أكيد الشكر أيضا لبقائكم مستمرين اليوم ومؤمنين بقضية المسرح والشغل المسرحي الحقيقة والمشروع أكيد. المسرحي. أستاذ إبراهيم أيضا يعني إذا كان لديك كلمة أخيرة لو سمحت. هلا بتمنى أنه يصير بدمشق لحالة 20 30 40 عرض وينحكى عليهم بالسلب وبالإيجاب، يصير في حركة مسرحية. هلا ما بعرف مسؤولية مين، نعم، من شان ما نكون نقول نحن عم نعمل بغض نظر عن يعني انه يعني اللوم او العتب على على يعني يعني كل ما صار شغل بعتقد التجربه المسرحيه رح تتطور ونحن رح نستفيد والاخر رح يستفيد. صحيح. فما بعرف مين بيعني هذا الامر. فبتمنى انه يعني بعتقد دمشق حاليا فيها 10 مليون بني ادم بقيان يعني بيستاهلوا اكثر من ان شاء الله بال 2017 نحن بنتلمس يعني نتائج كثير لكثير تساؤلات الحقيقه وبتكون بالفعل على ارض الواقع. يعني نحن بنعرف انه وحصدنا الكثير من الجوائز وان شاء الله بتمنى لكم دائما التوفيق الحقيقه بحياتكم. تسلمي وشكرا كثير لكم وبتمنى نكونوا ضيوف هيك مو غلاظ كثير. لا بالعكس يعني ظراف وخفاف اكيد. استاذ مازن انا بدي بس هيك بكثافه فظيعه عن قصه انا يعني هيك بدي اقول يا اولاد البلد يعني الذين يدعون انهم مثقفين وان حقيقه انا بعرف منهم ناس كثير مثقفين حقيقيين. نعم. وبدي يعني عم نقول نحن موجودين ودائما طالما فينا نشتغل رح نشتغل، طالما بنحس انه نحن قادرين نعمل شيء كمان رح نعمله ان شاء الله. بدي اتشكرك كثير يعني عن جد على الشكر لكم اكيد الندوه وبدي اشكر كل شكرا جزيلا اكيد لك استاذ مأمون. ايضا بنصف دقيقه كلمه اخيره مطلبك. بدنا نقفل على موضوع هذا اللي صار هلا اللي هو شاغلني. نعم. قديش انت بتشتغل بحب وقديش بتجي ناس بتجي بدها تشيل منك هذا الحب. سواء كان اعلامي او صحفي او ايا يكن. نعم. يعني او ممثل او مخرج. بدي اقول لهم مشان ما يصير رفع كبير بهي القصه بدي اقول لهم نحن رح نضل نشتغل اللي بنعرفه وفق العلم اللي بنعرفه ومن حقنا نشتغل اللي بنعرفه ومن حق الجميع انه يشتغل بالطريقه اللي بيلاقيها مناسبه ولكن ليس من حقك انك تكسرني بالطريقه اللي انت بتشوفها. تمام. ليس من حقك انه يكون عندك راي شخصي تطلقه بالاعلام على اساس انه هذا راي علمي. نحن اعلى من هيك. نحن فنانين بتمنى الكل يشتغل، بتمنى الكل يكون عنده رساله، بتمنى نخطئ كثير بس فعلا بتمنى يكون في وجهه نظر فنيه. صحيح. حقيقيه توجهنا لانه نحن مو كاملين، نحن عندنا وجهه نظر وقد تكون خاطئه ولكن بتمنى الناس النقاد المسرحيين الحقيقيين يصوبونا او يقرؤونا ان شاء الله اكيد لتصحيح الاخطاء. انا بس بقول دائما الله يشغل اللي حوالي مشان انا اكون عم بشتغل معهم يعني وبتعلم منهم بتعلم منهم. هي الله يشغل اللي حوالين ان شاء الله على المسرح دراما او سينما اي شيء الله يشغلهم. على كل انا بدي اتشكر حضوركم يعني خلينا شي ساعتين الكبير والله لازم يعني ولكن وقت البرنامج انتهى. انا بدي اتشكر اكيد حضوركم باسمائكم الكبيره الاستاذ. كلمه الاخيره انا فعلا بتشكر كل شيء كانوا معنا بالمسرحيه من جيوفاني سامر يلي قدم لنا شاي قهوه لا توصل لسياده الوزير يلي كان مهتم. نعم. يعني انا مضطر كون اميل لمدير المسارح. نعم. لانه دائما بالاعمال انا ماني مظلوم ابدا بالطريقه اللي بتعاملوا معي فيها وان شاء الله دائما يعني بتلاقي النجاح. وبتشكر فعلا بتشكرك شخصيا على برنامجك لانه ولا مره من فترات كون عندنا شيء الا ما كنتوا داعمين انت وسوريا دراما مشان بكره بيفكروها هذا الصحفي نفسه انه انتوا المنبر. والله حتحكوا عنه بيعطيها اهميه كبيره. احنا بنحاول دائما نغطي كل النشاطات الحقيقيه. احنا بنتشكركم باسم مجموعه زيتون بنتشكر سوريا دراما باسمك طبعا. شكرا جزيلا استاذنا الكبير الاستاذ مأمون خطيب. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا. الكبير الحقيقه ولكلامك ايضا الانساني رح تبقى انت تنبض بالانسانيه والوطنيه. مريانا معلولي ايضا شكرا جزيلا لحضورك الكريم الجميل وايضا نتمنى كل احلامك تحققيها. شكرا. استاذ ابراهيم عيسى ايضا شكرا جزيلا لكم. نعول عليكم كثيرا يعني الحقيقه بالمستقبل. استاذ مازن عباس نحن اكيد مصرين على انه تضل هذه الابتسامه موجوده اليوم. شكرا. ونحن نضل اكيد باقيين. شكرا. في هذا البلد. شكرا. انا بدي اشكر حضوركم شكرا جزيلا لكم. بدي اشكر ايضا صاحب اللمسات الجميله طبعا المبدع الاستاذ معتز مصلي. بدي اتشكر الشباب كلكم يعني الحقيقه اسره برنامج بعد العرض فردا فردا. شكرا جزيلا لكم ايضا مشاهدينا الكرام في كل مكان. أقول لكم أجمل تحية. إلى اللقاء.